مع إشراقة يوم جديد في العاصمة الطاجيكية دوشنبي، كان النوم خصيمنا، فالشوق لعمل الخير لا يعترف بعقارب الساعة. في الصباح كنا على موعد مع شركاء العطاء، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي كنا نعمل تحت مظلتها، لا سيما وأنها سفيرة الخير الإماراتي في العالم. وما أن وصلت المكائن التي ضعف عددها الهلال الأحمر الإماراتي وأرسل فريق نسوي للإشراف على التنفيذ، حتى بدأت عملية تركيب المكائن التي شكلت أجزاء من فرحة النسوة والتي كانت تتضح معالمها مع كل قطعة إضافية يتم تثبيتها على طاولة الخياطة. وهنا أتت اللحظة التي انتظرناها جميعاً، لحظة افتتاح فصل التدريب على الخياطة والتطريز في مركز التدريب التابع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الطاجيكية. أنا اسمي زيدوفا تهمينة وعمري 37 عاماً. توفي زوجي ولدي طفل واحد. بنيابتي عني وعن الجميع أود أن أشكر مؤسسة لونا الخيرية ومؤتمر ومعرض ديهاد للإغاثة والتطوير لإتاحتهم هذه الفرصة لنا. على الرغم من أننا شغوفون جدا بالخياطة، إلا أننا لم نستطع توفير مثل تلك الماكينات المتطورة. آمل أن أعمل في المستقبل لدى أحدى شركات الخياطة وأن أحسن من مستوى معيشتي. كانت فرحة النسوة لا تقدر بثمن، فقد أصبح لهن مستقبل يبشر بدخل ثابت يكفل لهن ولأولادهن المأكل والمشرب والأمان. كان الشكر والعرفان يطوفان بالمكان. حاولت بعضهن قولها بالعربية، ولكننا فهمنا من فرحة عيونهن وإن لم نكن نشيد الطاجيكية. أنا اسمي توشوماتوفا عبد القدير. انفصلت عن زوجي في عام 2014 وترك لي 5 أطفال أرعاهم وكنت محتاجة. عملت في أماكن مختلفة ولم تقبلني العديد من الأماكن الأخرى بسبب أنني لست مؤهلة بما يكفي ولست متخصصة في المجال، لكني الآن والحمد لله تدربت. وأريد أن أشكركم جميعاً على الدورات التدريبية وعلى ماكينات الخياطة الحديثة التي منحتوها لنا. لقد كنا نحلم بخياطة الملابس المدرسية لأطفالنا، والآن أصبح ذلك الحلم حقيقة. إننا نشعر بالفخر والامتنان لتدريبنا في هذا المركز. ونيابة عن زميلاتي جميعاً، أود أن أشكر جميع معلمينا وأن أشكركم جميعاً على دعمكم. المسؤولين الحكوميين كانوا سعداء بهذه المبادرة الخيرية التي حملت في مضمونها الكثير من الخير. أنا سالوموف شكرولو، مدير مركز طاجيكستان لتدريب الكبار. أود أن أعرب عن سعادة البالغة اليوم بتدريب 15 أم عزباء من عائلات فقيرة ومحتاجة، وذلك من خلال المساعدات الخيرية للهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة لونا الخيرية ومؤتمر ومعرض ديهاد. كما أود أن أعرب عن امتناني الشديد عن الآلات الممنوحة لنا وكذلك ماكينات الخياطة الحديثة والمتطورة. أنا جوراخون بوبوخونوفا، مدير مؤسسة لونا الخيرية.
كما تعلمون جميعا تعمل مؤسسة لونا الخيرية في طاجيكستان منذ 10 أعوام، وخلال تلك الفترة ساعدت المؤسسة العديد من الأسر المحتاجة. وكما نشاهد اليوم فإن مؤسسة لونا الخيرية بالتعاون مع مؤتمر ومعرض ديهاد للإغاثة والتطوير تحاول المساعدة من خلال منح ماكينات خياطة 15 أسرة فقيرة في طاجيكستان. وإنني سعيد جدا لاجتماعنا اليوم في مركز طاجيكستان للتدريب تحت مظلة وزارة العمل بدولة طاجيكستان للاحتفال بتخريج 15 شخصا تدربوا في المركز، وبعد التخرج سيتم منحهم 15 ماكينة خياطة لمساعدتهم في تحسين مستوى معيشتهم. ودعنا السيدات وأودعنا معهن كل الحب والتقدير، وتوجهنا إلى نبع إحسان جديد لعلنا نجد فيه من الخير المزيد، لأننا كنا على ثقة بأن خير الناس من كان خيرهم للناس.